البطوله بتاعت الدوره الاولمبيه 84. ده كده بالنسبه للبطوله اللي حقيقه من البطولات اللي اسعدتنا والبطولات اللي احنا حاولنا فيها، واعتقد ان احنا وصلنا لمرحله فيها مش بطله وطلعنا من بطل الدوره كلها. ويا سلام من الولد هذا جريج تومسون بالراس، صادت الخشب والمدافع اللي كان رايح كان طالع الكوره لكن المدافع حولها منه، هذه يعني يحسب هدف ضد مصر، ساعد في تسجيله لاعب مصري. حنشوف احنا في الاعاده البقيه الوقت. هذا هو جريج تومسون، صابت الخشب وطالع الكوره لكن اللاعب المندفع هون اللي هو يمكن ابراهيم اليوسف، لا مش ابراهيم اليوسف. هاي من هون حنشوف اللقطه الثانيه. ضربه حره ربيع لابراهيم، ابراهيم صار عند منطقه الجزاء. بدر حامد، طاهر ابو زيد بالراس بيرجع يستردها، وهذا الهدف من عماد سليمان، وهدف التعادل من عماد سليمان واللي عمل له الراس الطاهر ابو زيد، هدف التعادل لمصر. هذا وسوف يلتقي فجر الاثنين القادم فريقنا الذي يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط إثر فوزه على كوستاريكا 4-1 وهزيمته من إيطاليا 1-0، يلتقي مع فريق فرنسا الذي يحتل المركز الأول في مجموعته. طاهر أبو زيد اللي عمل الشغل هون، فلتت الكرة، يمكن محمد مصطفى عادم.